اهلا بيكم. ده الوقت لكي تقرر انت عايز ايه؟ عايز الفتره الجايه من حياتك انا بتكلم كمان لمريض السمن تحديدا لان حوارنا عن السمنه. عايز الفتره الجايه من حياتك تقضيها في مستشفيات؟ تقضيها تنتقل بقى من قسم القلب عشان عندك لا قدر الله جلطه في القلب. سيبكم من 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 ده خلاص احنا تمام. وتطلع من ده تروح لقسم الصدريه عشان عندك صعوبه في التنفس. وتطلع من القسم ده تروح قسم ثالث عشان عندك تشمع وعندك دهون على الكبد وعايزين نشوف ايه الدهون عاملة ايه في انزيمات الكبد وفي تليف بدأ يحصل وبتاع وتطلع من ده كله تعمل بقى كشف ذري او مسح ذري عشان خاطر تشوف اذا كان فيه لا قدر الله ورم لانك بتعاني من سمنه فمعرض لكل المشاكل دي إيه؟ ولا حياتك في الفتره اللي جايه تبقى الوقت ده انا بلعب تنس الوقت ده انا بلعب رياضه الوقت ده انا بتمشى الوقت ده انا قاعد مع احفادي بنلعب كده في الحديقه انت عايز ايه عايزين نشوف حل للموضوع من النهارده حل جاسم عشان يطلعك من هذا السجن ضيف العزيز الخيمة العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم جراحات السمنه اللي بيبدا دائما في حوار الاستاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي نورت دكتور كريم اهلا وسهلا سعيد بوجودك معانا النهارده خلينا نقول هل السمنه سجن؟ طبعا في البدايه تحياتي لحضرتك كل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقه طبعا السمنه المفرطه هي يعني طبعا ده وصف دقيق ليها بتحبس الانسان جواها في مختلف الاعمار اللي الصغيرين بتحبسهم عن المجتمع عن ممارسه رياضة عن يعني الانخراط في المجتمع بصوره كما يجب دراسيا طبعا تبقى يعني الاطفال مهزومين شويه حتى في الحياه الاسريه بتلاقي الزوجات طبعا ربما يكون عندهم عكسات اجتماعيه بسبب السمنه المفرطه، صعوبه في الانجاب او تاخر سن الانجاب. في السن الاكبر شويه المفاصل الصناعيه ما بقتش ما يعني حاجه مش مشهوره، يعني طول الوقت بنلاقي انه المفاصل الصناعيه يا اما جاي عشان ينزل وزنه عشان المفصل مش هينفع يتركب على الوزن ده او أنه هو راكب مفصل ومش قادر يتحرك او بيعاني من أنه هو يمارس حياته بصوره صحيه مظبوطه بعد 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 ما الوزن هزمه وبعد الوزن ما ادى الى تاكل المفاصل وخصوصا الركبتين في الوزن الكبير ده, يعني طبعا دي حاجات انا ما بتكلمش عن حاجات طبيه بقى زي السكر والضغط والكوليسترول وتدهون الكبد والحاجات يعني في حاجات زي تدهن الكبد اللي حضرتك اتكلمت عليه هو ملوش حاجه علاجيه غير انقاص الوزن اطرح حاجه فعاله في العالم ك... يعني هو نزل وزنك ان شاء الله الامور تمشي كويس ادي بقى علاجات كب... كتيره جدا يعني الناس اللي عندها تدهن في الكبد وانزيمات عاليه وعندها سمنه مفرطه ادي له علاجات الدنيا والاخره ما مفيش هو لازم تنزل وزنك وبعدين تشوف بقى العلاجات هتجيب نتيجه ان شاء الله موفق مشاكل القلب والشرايين بتاعه القلب في السمنه المفرطه معظم يعني في جزء يعني كبير من حالاتنا بتبقى محوله من اطباء القلب والله يعني يمكن بشوف عينين الاجيكشن فراكشن بتاعهم بيوصل ل 29 و 30 وهو دكاتره القلب بعد الوزن واحد وزنه 200 كيلو وكفاءه القلب بتاعته متدنيه هو هيعالجه ازاي يعني له ايه وانت لازم تدخل بقى بس لا اتمنى ان الناس توصل لكفاءه قلب قليله قوي ومشاكل في القلب تمنعها او بتحط التخدير او بتحط الجراحين في يعني انت زي بتزنقهم يعني في ان هو يجري عمليه في حاله قلب متاخره يعني وانت بتقيس انت ودكتور القلب يعني الجراح ودكتور القلب والتخدير انت بتوزن استفادته مع بعد انقاص الوزن وخطوره اذا تبقى بالوزن ده على كفاءه القلب القليله اذكر يعني مريض في كان في في الفرع في طنطا كان 225 كيلو وهو كان انسان بسيط كان بيشتغل في قهوه ويعني و... انسان بسيط جدا وكان طبعا هو الايجكشن فريكشن بتاعه كان 30 وعنده فينتريكولار تاكيكارديا كان يعني عنده زي عدم انتظام في ضربات القلب وده لما بتحطه في ستريس تغذيري او ستريس كان ضربات القلب بتصل الى يعني درجات عاليه جدا قد تعوق ان انت تكمل العمليه فكان في تشالنج يعني انت اي نعم هو طبعا دكاتره القلب منظمين لضربات القلب ما قبل العمليه بس انت لا تتوقع ال 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 الرد الفعل بتاع القلب او يعني انتظام ضربات القلب ده ينتظم مع تعرضه للبنج، تعرضه للتخدير، تعرضه للجراحه. فانت بتحط الجراح في حاجه صعبه جدا، يعني انت انت بتعمل تحول مسار، افترضنا ان ضربات القلب حصل له في تك اثناء العمليه بينترجلو بتاع كاردي عنيفه وتلاقي ضربات القلب وصلت 170 وابتدا البلاد بريشر ينزل. انا اذكر العيان ده دكتور التخدير بعد ما خلصنا الحاله دي لانه طبعا حصل له الفنتريكولار دكتور التخدير ما جاش العمليات ما اشتغلش معايا لمده اسبوعين تانية من الخوف من الخوف يعني انا اتخض اتخض اكتر حاجه بتخوف بتوع التخدير الفي تاك الفي تاك طبعا هو في ثانيه يعني معناها القلب وقف بالظبط آه. طيب انا الجراح بقى احنا عملنا العمليه دي والله العظيم يعني انا انا بقول له حاجه دي حاله ملهاش علاقه بالعمليه الجراح لا لا العمليه هي ليها حاجه بالقلب وبالسمنه خاص بالعيان يعني آه. هو خاص بالعيان مش تبعنا آه. يعني احنا طبعا عملت العمليه ازاي بقى يومها انا طبعا طول الوقت عمال اخد خطوه لقدام واخد خطوه لورا يعني انا بقول لي فينتريكولار تايكاردي قاعد يدي كوردرون ويدي حاجات اثناء العمليه وقال لي انا لو الضغط ظبط هنكمل يعني المهم كان وقت العمليه قال لي ذا شورتست تايم از يو كان انت خلص لي العمليه في وقت قصير جدا انا طبعا مش متوقع انت ممكن يقرست لازم تطلع الالات و... وخلاص انت آه. مش هتكمل يعني فابتدينا آه. نعمل نعمل ايه ال... كنا بنعمل تحويل مسار في وزن 225 كيلو في زنق التخدير 225 يعني... 225 كيلو اه بقى الغيار ضربت غيار بالعرض وغيار واحد بس بالطول ما كملتش الباوتش سبتها للاخر وقمت موصل الاناستموزس اللي هي الوصله بتاعتنا هي دي الخطوه مم. انا لحد دلوقتي كل خطوه بعملها قابله لان انا ما اكملش عادي آه. آه. يعني اخدت غيار عرضي واول غيار طولي دول انا لو لو قال لي ما تكملش خلاص, مش هكمل انا آه. طالع وخلاص هياكل اكله طبيعي ومش هيحصل آه. حاجه آه. كانه زي حزام معده كده قمت موصل تاني موصل الوصله آه. عملت الوصله في في, في النو تايم فعلا ده حقيقه وقت قصير انا مش عايز اقول وقت العمليه عشان بس يعني ما تبقاش استفزاز لحد او يعني اللي عملنا الـ 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 عملت الوصله وبرده متوقع ان احنا يقول لي وقف فاضل لك بقى الباوتش تانية فاضل لك اربع خمس غيرات هضربهم طولي عشان م. تكمل الوصله دول خليتهم للاخر بحيث ان انا ابقى يعني في اي لحظه يقول لي في اي وقف لحظه يقول لي وقف, وقف. عشان نوقف عشان ممكن قوي اصل ايه ايه الفي ده بتبقى بقره كهربيه خارجيه موجوده في البطين تقدر تشغل البطين بسرعه عاليه هي مولود مخلوق فيها او حصل خلل معين خلى هذه البؤره تتكون بالظبط احنا طبعا مش عايزين احنا نصل للضغط العصبي اللي بتحط فيه الجراح او الضغط العصبي اللي بتحط فيه التخدير لا ليه يعني انت ما توصلش الدرجه بقى ان الشرايين تتقفل كلها وتركب دعامات وتركب حاجات ودكاتره القلب يتعبوا معاك ودكاتره التخدير الوزن الزائد لابد من علاجه لانقاص الوزن اعمل عمليه تكميم خدش ثلث ساعه اعمل عمليه تحويل مسار نص ساعه ساعه لربع في الاوزان الضخمه اقعد في المستشفى 12 ساعه فتحات صغيره يعني في البطن انت بتقعد في المستشفى 12 ساعه بتقعد يوم في البيت وتنزل نشاطك الطبيعي الحالات المتقدمه في السمنه اكيد بيكون عندها مشاكل محتاجه يعني مجهود تحضيري اكتر من الطبيعي فيعني ما تهملش في نفسك وما وبلاش تحط الجراحين برضه في مواقف حرج والتخدير وال يعني كل المستشفيات <applause> طبعا بتبقى يعني في حاله طارئه يعني دايما اسال اذا فشل مثلا حزام المعده دي عمل ناس في وقت من الاوقات كان منتشر جدا طب اللي عملوا حزام المعده وفعلا بداوا يعانوا منه دلوقتي ايه الانسب ليهم؟ تدبيس المعده برضه في وقت من الاوقات كانت العمليه الاكثر انتشارا زمان الانسب لتغييرها ايه دلوقتي وتعديلها ايه؟ كل العمليات الجراحيه يمكن اصلاحها يعني حزام المعده يمكن نشيله بس نتخلص منه لانه جسم غريب او ممكن نشيله ونعمل تكميم معده أو ممكن نشيله ونعمل تحويل مسار بناء يعني على ما يتراءى للجراح لأنه أحيانا بتبقى الأنسجة متآكلة بسبب الحزام اللي هو محوط المعدة بقاله سنين جسم غريب قد يكون ممكن تلاقيه جوه المعدة واكل المعدة جواها يعني بالمنظار الحزام جوه المعدة مش برّاها والطبيعي أن الحزام يبقى برّاها طبعا الكلام ده اللي هيفهمه الناس اللي هم عاملين حزام نفسهم طبعا بقيه الناس مش عمليه تدبيس المعده اللي المعده اتدبست اتفتحت البطن واتدبست المعده او فراشه عمليه الفراشه اللي اتعملت بالمنظار بيغيرين غيار من اليمين والشمال وحاطين شبكه حوالين المعده طبعا دي محتاجه تحويل مسار او الغاء يعني واحد بيشتكي من تدبيس المعده او الفراشه ومتهالك والله عينين بتوصل بال 43 كيلو الحقيقه يعني بيحصل لهم مشاكل كثيره جدا من كتر الترجيع السمنه اختفت بقى عنده لعنه تانية اللي هي لعنه الترجيع باستمرار مش قادر ياكل حاجات صلبه وبياكل سكريات وشوكولاتات وايس كريم ومعجنات وعمال يزحلق حاجات اللي هي تقدر تدوب الحاجات الصلبه كلها اللي فيها الرمق وفيها الفيتامينز وفيها التغذيه السليمه ما بتوصلش المعده بيتزنق فيها وبرجعها وفي صعوبه جامده جدا فطبعا ده يا اما يعمل تحويل مسار بعض الناس بيعمل تحويل مسار معدة مصغر وده يعني قليلة ولكن معظم الناس اللي هي ما بعد التدبيس لازم يعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي مم. الهدف منه ان انت تاكل وتاكل اكل طبيعي زي الناس اللي هي بتاكل الطبيعية وتخس لان التدبيس بيبقوا مزنوقين في في ان هم بياكلوا حاجات سكريات عالية جدا فتقوم تزود الوزن وهو مش عارف ياكل يا ريته بيعرف ياكل ويزيد في الوزن هو يعني استريح حتى يعني يعني مش متعذب لكن هو اللي متعذب مش قادر ياكل وبزيد في الوزن طبعا فحس ان هو طبعا طول الوقت مش مبسوط فعمليه تحويل مسار هي علاج جذري للناس اللي هم عندهم مشاكل في تدبيس المعدة التكميم قابله للفشل يا اما ما اتعملتش كويس فانت محتاج تعيدها بصوره مظبوطه او كانت معموله كويس وزادت في في الحجم فمحتاجه تقص تاني او محتاجه ان انت تحولها لتحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي ومن العلامات الجميله اللي هي ممكن تعملها اعاده إيه بسهوله وباحترافيه شديده. تحويل مسار المعده المصغر قابل للفشل يا يعني اما ما اتعملش كويس فمحتاج يتعادي يتعمل كويس او هو اتعمل كويس وفشل على المدى البعيد باسباب يعني قد تكون بسبب سوء استخدام ممكن يحتاج الى اعاده اصلاح لتحويل المسار يتعمل اصلاح على تحويل مسار المعده المصغر ويمكن تحويله الى تحويل مسار معده كلاسيكي بسهوله جدا. وتتعامل بان انت ممكن تسيب الم... يعني ممكن تتعامل يعني يعني في حاجات ما انتش لازم تقص المعده كلها وت... وتصلحها من اول وجديد، واحد عامل تحويل مسار معده مصغر عشان السكر مم. وكان عنده وزن مش كتير وبعدين الوزن مش كتير ده ما زادش وبعدين السكر رجع تاني. في حاجه اسمها جات الجد... ادابتيشن والهرمون ادابتي في اسباب قد تعيد السكر مره ثانيه. أم... فانت ممكن تسيب المعده زي ما هي وتسيب الوصله زي ما هي وتعمل حاجه اسمها دايفيرتد رون واي جاستريك باي عمليه سهله جدا في وقت قصير انت بس بتزود متر في سوق الامتصاص يعني عايز تزود كفاءه المعده متر ودي عمليه في وقت قصير جدا فانت مش كل عمليات السمنه المفرطه اللي هم الناس اللي هو عاملين تحويل مسار معده ومصغر مش كلهم لازم تعيد كل العمليه لا انت ممكن تضيق الباوتش ممكن تحولها لتحويل مسار معده كلاسيكي كامل او تعد او تعملها دايفيرتد ان آه واي بان انت تزود متر بس من سؤء الامتصاص. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي يمكن اصلاحها بكذا طريقه. طريقتين منهم مشهورين جدا ان احنا نعمل نصغر حجم الباوتش لان تحويل مسار المعده الكلاسيكي الباوتش بتاعتها لو زادت يبقى هي مش تحويل مسار المعده الكلاسيكي هي لازم تكون معده صغيره معده صغيره حجمها صغير مش زي تحويل مسار المعده المصغر لان هي قائمه عن تصغير حجم المعده احنا بقى لو هي فشلت على المدى البعيد وخصوصاً يعني آآ آآ ليها نسبه فشل طبعا ومعظم الناس كلهم جايين من بره لان احنا يعني في مصر بنعمل تحويل مسار المعده المصغر اكتر من الكلاسيكي شويه <applause> فدايما بيبقى يا اما عايش مصري عايش بره او جاي من بره هو يصلح عمليه تحويل مسار المعده المصار الكلاسيكي بنصغر حجم المعده وفي معظم الوقت بنحتاج نعمل عليها باند تبقى باندد باي باس الوصله ما بين المعده والامعاء بتكون وسعت بنعملها سليفنج للجاستروجنوستومي تضييق للوصله ما بين المعده والامعاء عشان احنا عايزين عايزين نعمل ريستريكشن يعني تبقى واصله صغيره الاخر حاجه ممكن نصلح بيها تحويل مسار المعده الكلاسيكي ديستلايزيشن لو انت حجم المعده بتاعتك صغير الوصله بتاعتك صغيره ما عندكش طريقه ثانيه اللي انت تعمل ديستلايزيشن او تنقل الوصله على بعد أبعد شوية بحيث تزود المساحة من الأمعاء اللي هي بتمتص السكريات والدهون تستبعدها يعني. طبعًا ده إحنا في حاجات إحنا بنقعد مع العيان يكون بس محطوط على يعني يعني عمليات السمنة المفرطة عمليات الإعادة لابد من مراجعة المريض إن هو الهابتس بتاعته أصلًا مظبوطة ولا مش مظبوطة. يعني نصيحة للناس اللي عاملين تكميم إحنا مش عايزين نعمل لكم كلكم كل الناس اللي فشلت بعد التكميم لو عمليتك مظبوطة ما تعملش تحول مسار او او تعمل عمليه اصلاح على طول انت في خطوات امشي على الوضع الطبيعي يعني سي ان انا ما بعد تكميم المعده حجم الوجبه صغير الجوع قل الشبع زاد ولكن عدد الوجبات زاد وجريزنج هو كل خمس دقائق 10 دقائق كل نص ساعه بينصب على نفسه بالظبط كده فانت قللت العمليه ساعدتك من ناحيه وانت آآ آآ يعني 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 لفيت من ناحيه ثانيه فاذا نصيحة للناس اللي عاملين تكميل المعدة احنا عايزين نرجع للوضع الطبيعي اللي هو الفطار والغداء والعشاء للناس لمعظم الناس او عدد الوجبات يكون مقبول خمس وجبات في اليوم مش هيحصل حاجة لكن ما بقاش انت بتحسب عدد الكالوريز في اليوم او عدد الوجبات في اليوم تلاقيها 15 وجبة الجريزنج ده تعمل له ايه؟ مم. ده السؤال الناس اللي هي قللت كمية الوجبات الصلبة الصحية السليمة ولكن عنده سوء استخدام في السكريات بعنف شديد ده بطريقه ثانيه بالظبط فانت زودت انت بدل ما قللت كميه الـ 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 الاكل كوين الكوان... بالضبط فانت دلوقتي زودت المستهلك من نوعيه الاكل بصوره قد تكون ضره وتزود الوزن وانت مش حاسس ان انت زودت اللي احنا دول بيبقى سهل عليكم لو مع شويه تعليمات بسيطه وفي شويه ادويه متوفره يعني طبيا بتيجي من الصيدليه بس شوية تغذيه بيكتب أدوية بتساعد على إن هي تنشط العمليات مرة تانية بتشتغل على مراكز الجوع بتشتغل على زيادة الشبع أكتر بتشتغل على إن هي تنظم تساعد على تنظيم عدد الوجبات وده تحت استشاري التغذية بيقوم بدوره اللي هو المظبوط ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحه السمنه والمناظير الأستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه ومستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا دايما بتنورنا شكراً ودايما بتضيء مناطق مهمه جدا في عالم جراحه السمنه نورت الناس خليكم مع سهلا